حديث أكثر حول هذا الموضوع. انضم إلينا الآن رئيس غرفة تجارة عمان السيد خليل الحاج توفيق. سيد خليل، أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. قلت في الخبر أنكم سوف تتواصلون مع الجهات المعنية لمواجهة بعض التحديات التي تواجه خاصة قطاع الأثاث إلى غيرها من القطاعات المتضررة، بالتالي ما هو أثر هذا التواصل إن بدأ؟ شكرا أخي طارق. يعني الغرفة لم تتوقف في مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات تحد من أزمة الكورونا على الاقتصاد الأردني، خاصة على القطاعات الأكثر تضررا. وللأسف يعني الإجراءات اللي تمت سابقا لم تنعكس إيجابا على معظم القطاعات ومنها قطاع الأثاث. الغرفة تعقد بشكل يومي لقاءات مع هذه القطاعات لتشخيص حالتها ورفع المطالب و يعني الحلول والاقتراحات للجهات الرسمية، على أمل إن شاء الله أن يأتي يوم تأخذ بهذه الاقتراحات. قطاع الأثاث أخوي طارق، يمكن كنا نعرف في ظل عدم السماح بإقامة حفلات الزفاف وفتح الصالات وفي الفنادق وخارجها، هذا القطاع يعتبر شبه متوقف. تعرف أنه الأثاث هو يعني سواء كان تصنيع أو تجارة أو توابع من سجاد وغيره، مرتبط ارتباط كبير ب حفلات الزفاف في موسم الصيف والمغتربين وشراء الشقق. كل هذه القطاعات تقريبا متوقفة بسبب إجراءات أو قرارات لجنة الأوبئة أو وزارة الصحة. لذلك هذا القطاع إذا طلعنا على حجم الاستثمار فيه يفوق المليار دينار، بيشغل أكثر من 50,000 عامل، حوالي 10,000 منشأة ما بين تصنيع وتجهيز واستيراد وبيع الأثاث ولوازمه، سواء كان مكتبي أو منزلي. لذلك نرى أنه يجب أن يعطى هذا القطاع أولوية لدى الحكومة والفريق الاقتصادي لإنقاذه وقدرة استمراره على قيد الحياة، خاصة في ظل تصريح أخونا دكتور نذير بالأمس للمملكة بأنه لا يوجد توجه أو تصور حتى هذه اللحظة في الوقت القريب يتم السماح لقاعات الأفراح أو العودة إلى استئناف حفلات الزفاف. فبالتالي هذا القطاع يعتبر قطاع منكوب وبحاجة إلى الوقوف إلى جانبه، وهناك مطالب عديدة لإخواننا منتسبي هذا القطاع وفي نقابة الأثاث تجار الأثاث، خاصة موضوع الإيجارات، لأنه تعرف أخي طارق معارض الأثاث تتميز بمساحات الكبيرة التي يعني يتم استئجارها، لأنه لطبيعة العرض لهذه المواد، وبالتالي هناك إيجارات كبيرة، الرواتب مشكلة، السيولة أيضا، ارتفاع نسبة الضريبة، وحتى في الجمارك في بعض الملاحظات. الغرفة واجبها أن تقف إلى جانب النقابات ولكافة القطاعات. إن شاء الله إحنا يعني سنتابع هذه المطالب. تفضل. طيب أستاذ خليل، أنت تحدثت أنه خسائر هذا القطاع تحديدا قطاع الأثاث يقرب من حوالي مليار، وصحيح والاستثمار في هذا القطاع. نعم، والاستثمار في هذا القطاع نعم يصل لهذا الرقم الكبير، يعني أنا استغربت من هذا الرقم. ماذا بالنسبة لباقي القطاعات؟ إذا كان عندك رقم لخسائر أو لخسائر حدثت خلال الفترة الماضية، نتحدث عن أزمة مستمرة منذ شهر مارس الماضي. لذلك لأنها مستمرة في طارق تصعب علينا أو على غيرنا احتساب الضرر، لأنه هناك ليس بالأفق تاريخ واضح لعودة الحياة إلى طبيعتها. لا يوجد قطاع في الأردن قطاع اقتصادي لم يتضرر، خاصة القطاع التجاري لم يشهد أي اهتمام رسمي في الفترة السابقة. يعني طالبنا عدة مرات في اتخاذ قرارات جريئة ونوعية يعني حسب المشكلة، مشكلة كبيرة احنا فيها اليوم. أكبر مشكلة عندنا كيف نحافظ على شبابنا وعلى الوظائف الموجودة في القطاع الخاص، وهذا الشيء يتطلب ضخ سيولة لدى القطاع الخاص بفوائد تكاد تكون صفرية وبدون شروط تعجيزية. الأمر الآخر، يجب أن تكون هناك خطة وطنية، خطة إنقاذ اقتصادية، يعني حتى تشمل كل القطاعات مرتبطة. اليوم زي ما حكيت لك حفلة الزفاف يطرد فيها حوالي 30 قطاع في طارق، قطاع الإسكان يطرد فيه 40 قطاع. لا يمكن الحلول الترقيعية والحلول المجتزئة، لازم يكون هناك حل شامل. يعني لا يجوز مثلا أن تصدر مثلا الضمان الاجتماعي حلول بعيدا عن الضريبة، بعيدا عن الجمارك. فبالتالي مطلوب من الحكومة الإسراع في إطلاق خطة إنقاذ اقتصادي، لأنه هذه القطاعات لن تتمكن من الصمود طويلا. يعني انت بتقول استاذ خليل انه بدناش حلول مجتزئه كدعم من الضمان عبر يعني برنامج سند، بعيدا عن موضوع تخفيف مثلا كلف الطاقه، الايجارات الى غيرها، والضرائب ايضا الى غيرها من تلك الامور. طيب الان بدي اخذ معك في بعض القطاعات التي هل فعلا انتعشت بعد ان تم تخفيف حظر التجول وفتح العديد من القطاعات، مثلا قطاع المطاعم، المقاهي، الالبسه مثلا، هل انتعشت فعلا؟
خليني أكون صريح معك. نعم. قطاع يمكن قطاع المقاهي والمطاعم والحلويات يمكن يكون الأكثر انتعاشا، ولكن ليس لم يصل حتى الآن إلى المبيعات الطبيعية التي كانت قبل الأزمة. هذا القطاع عندما توقف مدة طويلة حوالي 80 يوم أخي طارق، ترتبت عليه خسائر كبيرة والتزامات، وسواء كانت للجهات الرسمية أو للمالكين وغيرهم. فبالتالي هذا القطاع بحاجة إلى دعم حتى يتمكن من التعافي. قطاع، أعطيك فكرة، يعني قطاع الغذاء بعد رمضان تراجعت مبيعاته حوالي 40% في بعض المناطق. هذا مؤشر على حجم الركود اللي تشهد الأسواق. إذا كان المواد الغذائية أخي طارق تراجع مبيعاته تصل التراجع إلى 40%، فما بالك الأثاث، ما بالك الألبسة اللي هي تعتبر يعني أقل أهمية من الغذاء، في ظل اليوم ما في مواسم وما في مغتربين وما في أخوة خليجيين. يعني اليوم كان في قوة شرائية تأتينا من الخارج تنعش الأسواق وتعوض ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن الأردني. اليوم في خشية من الإنفاق، حتى اللي دخله ما تأثر خايف من بكرة. فإحنا نشهد حالة من يعني تراجع الإنفاق، أحيانا بيكون قصري بسبب ضعف قدرة المواطن وتراجع دخله. وأيضا الطبقة اللي كانت يعني اعتبرها ذوي الدخل المرتفع أخي طارق وتعوض ضعف الطبقات الأخرى، نشهد هناك في تراجع في الإنفاق. نعم. وهذا يمكن نفسيا موجود لأنه يخشى البعض من المستقبل. صحيح، في ظل الأزمة الحالية. بدي أشكرك. نعم. جزيل الشكر الأستاذ خليل حاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان، شكرا على كل هذه التفاصيل والمعلومات. شكرا.